تنظم مؤسسة المهرجان المتوسطي لثقافة الأمازيغية بطنجة مهرجان تويزا في دورته 12 تحت شعار دفاعاً عن الطبيعة. مدينة البوغاز تضرب لكم موعداً مع ألمع النجوم والفنانين من حوض البحر الأبيض المتوسط. سهرات كبرى في كل من ساحة باب المرسى وكزنايا. ندوات ثقافية وفكرية والعديد من المفاجآت. للمزيد من المعلومات زوروا موقع المهرجان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم حضرات السادة والسيدات. يسعدنا ونحن نفتتح بمعيتكم فعاليات هذه الدورة المهرجان المتوسطي لثقافة الأمازيغية. أن نرحب بكم آملين أن نكون قد وفقنا لأداء رسالتنا المتمثلة في إبراز خصوصيات الشعب المغربي بما تحمل هذه الخصوصيات من تعدد ثقافي يشكل رافداً أساسياً من روافد حماية الوحدة المثالية لهذا البلد الأمين. حضرات السيدات والسادة محترمين، لقد بنى المهرجان المتوسطي للثقافة الأمازيغية على مدار دوراته السابقة هوية مستقلة وشخصية منسجمة مع أهدافه وغاياته المثالية. فقد سعى المهرجان منذ ولادته الطبيعية إلى خدمة الثقافة بمفهومها الإنساني العميق. لأجل إبراز هذه الغايات النبيلة سعى المهرجان كعادته إلى الابتعاد عن تسويق الثقافة الأمازيغية كمعطى تراثي لا يجد مكانه إلا على رفوف الأرشيف، بل سعى دوما لإبراز الطابع الإنساني والمنفتح لهذه الثقافة الأصيلة وقابليتها للاستثمار بما يخدم مصلحة الجميع. ولذلك فإن المهرجان الذي نفتتح اليوم فعاليته أراد مرة أخرى استبعاد تلك الصورة النمطية التي تكرس الطابع الفولكلوري للثقافة الأمازيغية، بل إنه واصل ترجمة فلسفته المرجعية، تلك الفلسفة التي تستبد أصولها الفكرية والنظرية من فكرة أساسية مرامها نبيل هو توظيف الثقافة كغاية نبيلة لخدمة الإنسان والسعي نحو تحقيق سعادته في أبعادها المادية والرمزية. ولذلك فإننا اخترنا شعار من أجل الطبيعة للتأكيد على أصالة المجتمع ونظراتنا المنافية مع البيئة الطبيعية، لا سيما أن بلدنا يستعد لاحتضان الملتقى المتوسطي 22 حول البيئة في نوفمبر المقبل بعاصمة المرابطين مراكش الحمراء. حضرات السادة والسيدات، إن الثقافة الأمازيغية كانت ولا تزال على مر العصور ثقافة منفتحة تسعى للدوام للتلاقح مع الحضارات والثقافات المتنوعة. ولأجل الاستمرار في هذا المسار فإن فعاليات المهرجان المتوسطي لم تقتصر قط على تنظيم الحفلات الغنائية والطربية بغاية امتاع الجمهور ومؤانسته، بل سعت بكل الوسائل الممكنة لإتاحة الفرصة أمام الجمهور لمواكبة نقاشات الفلسفية والمنصفة على معالجة القضايا الفكرية والأدبية الآنية. وهكذا وفقنا بمشيئة الله إلى استضافة نخبة من المفكرين المشهود لهم بالكفاءة العلمية والرسالة لمناقشة قضايا تعتبر من في اعتقادنا من صميم اهتمامات المجتمع المحلي المطبوع على الدوام بخاصية الانفتاح على محيطه الإقليمي والعالمي. حضرات السيدات والسادة، نتمنى لكم مقاما سعيدا بمدينة هرقل العظيمة والخالدة، وندعوكم جميعا للاستمتاع بفعاليات هذه الدورة للمهرجان المتوسطي للثقافة الأمازيغية. دمتم في خدمة الثقافة وحماية الطبيعة. وفي الأخير أشكر باسم إدارة مهرجان تويزا المستشارين الذين كانوا وراء تمويل هذا الحدث الثقافي والفني، وفي مقدمتهم المستشار الرسمي اتصالات المغرب، مجموعة الضحى، شركة فندي، شركة كايلكا، وفا إيفنت بارك. كما أشكر الشركاء المؤسساتيين الذين
ساهموا في إنجاح وضمان استمرارية هذه التظاهرة، وفي مقدمتهم ولاية جهة طنجة تطوان حزيمة، وكالة إنعاش وتنمية أقاليم شمال المملكة، جماعة طنجة، جماعة بزناية، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. كما أشكر الشركاء الإعلاميين ووسائل الإعلام بمختلف أصنافها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا أيها العزيز عبد الكريم الغبزوري.